أمثال شعبية باللغة التركية. Türkçe atasözleri. هذا الفيديو موجه للمبتدئين والمتقدمين باللغة التركية. إذا أردت تعلم لغة فعليك فهم ثقافتها وطريقة تفكير شعبها. الطريقة المثلى لذلك هو تعلم الأمثال الشعبية، مما يجعلك واثقاً أكثر. İki dinle, bir söyle. İstemع مرتين وتحدث مرة. İki dinle, bir söyle. لديك أذنين وفم واحد، لذا من الحكمة أن تتحدث أقل وتستمع أكثر، فلا فائدة لكثرة الثرثرة التي قد تزعج الناس. مثال: ne kadar bilsen de iki dinle bir söyle. مهما كنت على علم ومعرفة، استمع أكثر مما تتحدث. ne kadar bilsen de iki dinle bir söyle. dinlemek الاستماع. dinlemek duymak السمع. duymak müzik dinledim. استمعت للموسيقى. müzik dinledim. bir ses duydum. سمعت صوتا. bir ses duydum. bilmek المعرفة. bilmek söylemek القول. söylemek. تابعونا على انستغرام، فيسبوك وسناب شات، ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب وتليجرام.